مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. هكمل معاكم الجزء الثاني بخصوص قضيه الطفل شنوده. كان في مؤخرا تصريح لنيابه الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، كان طالع بحوار مع موقع القاهره 24. كان في حوار هام جدا واتكلم فيه امور وقضايا مختلفه، ومنها قضيه الطفل شنوده عشان في كان في ناس مؤخرا بتتكلم على السوشيال ميديا، الكنيسه فين من قضيه الطفل شنوده، البابا فين من قضيه الطفل شنوده، هل الكنيسه سايبه اولادها، هل الكنيسه مش مهتميه بقضايا اولادها، فين دور الكنيسه، فين دور الكنيسه. تعالوا نشوف الاول الانبا دانيال قال ايه في تصريحات خاصه لموقع القاهره 24، كان عامل معاه حوار وهنشوف كان بيقول ايه. بعنوان سكرتير المجمع المقدس: موضوع الطفل شنوده بايخ والقنوات المسيحيه ليست بزنس. بيقول موضوع الطفل شنوده بايخ، انت تشوف العنوان تقول في اسقف يقول موضوع الطفل شنوده بايخ، طب بيقول حاجه بس يعني عشان القضيه يعني كبيره برضو، قضيه الناس كلها يعني متعاطفه مع هذه القضيه، فازاي يقول بايخ؟ يعني كلمه بايخ دي مش حلوه حتى. يعني الحوار ده يا جماعه كان بتاريخ 11 مارس، وهم يعني جددوا نشر الخبر تاني في 14 مارس، يعني نزلوا خبر مرتين، مره في 11 مارس ومره في 14 مارس. المهم كانوا قايلين ايه بقى؟ قضيه الطفل شنوده اصبحت حديث الكثير، لماذا تصمت الكنيسه الارثوذكسيه في هذه القضيه وكيف تراها؟ فالانبا دانيال رد عليها وقال لها الحقيقه انه موضوع بايخ. يعني بصراحه البدايه بدايه الكلام كده، ايه موضوع، يعني ايه موضوع بايخ، يعني ايه؟ طيب، ولا يليق بمصر ان يحدث هذا الامر، والكنيسه لا تصمت ولكنها لا تتدخل بالعلاقات الشخصيه. علاقات شخصيه ايه يا فندم؟ ايه هي العلاقات الشخصيه؟ دي قضيه راي عام دلوقتي، يعني فيما معناه ان بنت اخت الاستاذ فاروق قدمت بلاغ فدي مشاكل شخصيه ما بينهم يعني، ولا ايه؟ مش فاهمه برضو. ما انت برضو القضيه قائمه على قانون التبني، لدرجة ان في نواب عايزين يناقشوا هذا الموضوع تاني. والكارثة بقى، انا هقول لكم على الكارثة دلوقتي، ان الكنيسة اصلا اتنازلت عن قانون التبني. يعني الانبا دانيال مش عارف معارف. نكمل. وبيقول ونرجو ان تتحرك الدولة لاصدار القانون. هل يقصد اصدار قانون الاحوال الشخصية الجديد؟ قانون الاحوال الشخصية الجديد نيابة الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس عارف، وقال قبل كده ان احنا الغينا باب التبني، هو قال ده بنفسه، يعني هو عارف ان مفيش تبني. فبيقول حتى اصدار القانون، قانون ايه اللي ما مستنيه؟ قانون الاحوال الشخصيه الجديد ده انت عارف ان هو مفيش باب التبني، يعني قال الحته دي ازاي؟ طيب بيقول ايه بقى؟ واذا تاخر فهذا الطفل ليس له ذنب، وهم يضرونه اكثر من ان يفدوه، وأرجو أن تحل المشكلة دون إثارة مشكلات كما عودتنا الدولة المصرية، فالكنيسة تتدخل ولكن غير ملزمة بإظهار ذلك. معلش يا فندم، دي قضية رأي عام، المشكلة عندكم لما تقولوا نيابة الأنبا دانيال؟ يعني إيه الكنيسة بتتدخل وإنها غير ملزمة لإظهار ذلك؟ ده بالعكس، ده إحنا هنقول لكم برافو، الشعب عايز يطمن الكنيسة عملت إيه. ده أنتوا تفتخروا إن أنتوا مع أولادكم، تفتخروا إن أنتوا مع قضايا أولادكم، تقولوا للشعب بتعملوا ايه في القضايا اللي زي دي. دي حاجه كده عشان نقول الكنيسه تدخلت، الكنيسه عملت كذا، لكن انا اسيبها مبهمه كده؟ يعني ايه مش ملزمين تظهروا للشعب؟ لا، ملزمين تظهروا للشعب عشان انتوا متهمين ان الكنيسه سايبه اولادها، انتوا متهمين ان الكنيسه مش مهتميه بهذه النوعيه من القضايا. دي دلوقتي قضيه راي عام والناس كلها متابعه هذه القضيه، فما دور الكنيسه؟ انتوا عملتوا ايه؟ ده سؤال اهو. لا، احنا مش ملزمين ان احنا نتكلم. لا، ملزمين يا فندم، ملزمين انكم تتكلموا. نكمل. وعلى الرغم من اختلاف الطوائف المسيحيه عقائديا وطقسيا، كيف تتفق مع بنود قانون الاحوال الشخصيه الجديد؟ فكاتب بقى ان قامت الكنائس بعقد عده جلسات سويا للمناقشه، وكل كنيسه وضعت بنودا محدده وثابته ومبادئ معينه ثم وضعت في القانون. طبعا ده مش موضوعنا قانون الاحوال الشخصيه الجديد، احنا موضوعنا قانون التبني. بيقول احنا مستنيين الدولة تصدر القانون. الجملة صحيحة، لو قصده ان هي تصدر قانون التبني، الكنيسة اصلا تنازلت عن قانون التبني.
لغت التبني خالص. نكمل. ده اول خبر. الخبر بقى التاني بيقول برضو في موقع 24، بيقول سكرتير المجمع المقدس عن قضية الطفل شنودة: الكنيسة لم تصمت ونتدخل بالعلاقات الشخصية. كشف الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي والبساتين ودار السلام عن سبب صمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قضية الطفل شنودة التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية. وقال الأنبا دانيال في تصريحات للقاهرة 24: الحقيقة أن موضوع بايخ ولا يليق بمصر أن يحدث هذا. طبعا هو نفس الكلام، لان الكلام كان نفس الحوار يعني، بس اللي هم نزلوا الخبر مرتين. الخبر نزلوه في 11 مارس وبعدين نزلوه بعد 4 ايام 14 مارس، عشان بس الناس تدخل تشوف المشاهدات تاني والموقع يتشاف. ده حاجات اخباريه يعني، الصحفيين بيعملوا كده يعني كل شويه بيذكروا الناس بالخبر، كل شويه ينزلوه على الصفحه. فهو الحوار اصلا كان في 11 مارس. المهم الكنيسة برضو قالت ايه قبل كده؟ قالت القانون اولا، اول تعليق من الكنيسة الارثوذكسية على قضية الطفل شنودة، الكنيسة قالت القانون اولا، خلاص مشوا قانون، قانون اولا. بيقول ايه بقى؟ علق القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية على قضية الطفل شنودة والتي اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية حول قوانين التبني والكفالة في مصر. وقال القمص موسى ابراهيم في تصريحات للقاهرة 24 ان قضية الطفل شنودة هي قضية انسانية في المقام الاول، ونأمل في حلها في إطار القانون. يعني دي مش قضية طائفية، دي قضية إنسانية، والمستشار نجيب جبرائيل دي قضية إنسانية، إنما في محامين آخرين بيقولوا لا دي قضية طائفية وقضية دينية بحتة وفي تعنت وفي 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 وفي، عشان عايزين يدولوا القضية. يعني شوفوا بقى بيضربوا في بعض إزاي. نكمل. ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون. وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلا: ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون وأيضا الحفاظ على الاستقرار النفسي والآمان لهذا الطفل البريء. كاتبين بقى بقية الخبر. وبدأ الجدل في قضية الطفل شنودة منذ تقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل، بالطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت أن الطفل مختطف. ياه، متهمين الأستاذ فاروق وسيدة أمال بأن هما خطفوا الطفل. وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه في دار أيتام بوصفه فاقد للأهلية وتغيير اسمه إلى يوسف. شفتوا الحتة دي جاية إزاي؟ بس كده. تعالوا بقى شوفوا الخبر ده يا جماعة عشان بس الناس تفهم. الكنيسة بنفسها اتنزلت عن باب التبني. باب التبني كان موجود فعلا في لائحة 38، وفي اصدار قانون جديد اللي لسه ما طلعش، هما لسه في الدراسه دلوقتي. لكن الكلام ده كان بتاريخ 19 مايو 2016. بيقولوا ايه بقى؟ الكنيسه الارثوذكسيه تتنازل في الاحوال الشخصيه للاقباط عن مواد التبني خوفا من الصدام مع الشريعه الاسلاميه والانجيليه، تقترح 11 ماده لتقنينه. و ده كان الخبر. بيقول ايه بقى؟ ظهرت قضيه التبني في المسيحيه على السطح من جديد بعدما اقترحت الطائفة الإنجيلية 11 مادة لتقنين التبني في لائحتها للأحوال الشخصية، تعمل المجامع الإنجيلية على دراستها حاليا في الوقت الذي غاب فيه التبني عن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خلي بالكم. طيب أنا مش هقرأ الخبر كله، خلي بالكم الخبر ده كان بيقول الإنجليين كان عامل تقنين لباب التبني، بعد كده على فكرة تنزلوا هم كمان عشان المادة التانية من الدستور. اما القمص صليب مادة ساويروس، طبعا الكلام ده كان في 2016، القمص دلوقتي متنيح. كان بيقول بقى ان لائحة 38 الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التي تم الغاء العمل بها منذ عام 2008، اللائحة دي ملغية منذ عام 2008 وبمعنى ادق الغيت بعض المواد. كان بيقول ايه بقى؟ كانت تضم مواد للتبني لانه ليس حراما في المسيحية، حيث كان المجلس الملي وقتها يقر التبني ويقننه. وأوضح القوم الصليب متى أن قوانين الأحوال الشخصية لا تعني فقط الزواج والطلاق، إنما كل ما يتعلق بأحوال الأسرة مثل المواريث والتبني وغيرها، مشيرا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تجنبت وضع مواد للتبني في لائحة الأحوال الشخصية حتى لا تصطدم بالدستور الذي يقره الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في الوقت الذي تحرم فيه الشريعة الإسلامية التبني.
خلص الكلام. ولحد الآن يا جماعة استنادا للمادة التانية مفيش تبني لحد الآن، خلي بالكم. بيقول ايه تاني بقى؟ بقيت الخبر بيقول ايه؟ كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد تنازلت من قبل عن المادة الخاصة بالتبني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي بيجري العمل على إعداده بعد عدة لقاءات جرت بين ممثلي الكنيسة ووزير العدالة الانتقالية، حيث تبين بعدها مخالفة تلك المادة للقانون المصري العام المستمد من الشريعة الإسلامية التي تحرم التبني، فقررت الكنيسة التنازل عن تلك المادة وفقا لما صرح به الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكريكي المختص بالأحوال الشخصية بالكنيسة من قبل. ياه الأنبا دانيال اهو يا جماعة. نكمل حاجة بقى جديدة شوية، يعني الخبر ده كان ب 2016، نطلع شوية 2021. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينتظر الخروج إلى النور، ونقاط لتوثيق الزواج رسميا، المساواة في الميراث، إلغاء التبني. ياه إلغاء التبني وعشر أسباب بتسبب البطلان. ده كان العنوان ده في موقع البوابة نيوز. بيقول إيه بقى؟ شهدت الكنائس المصرية الخمس الموافقة على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس، والتي وقع ممثلوها على مشروع القانون، وسيتم إحالته بين لوزارة العدل ومجلس الوزراء قبل رفعه لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي. قالوا إيه بقى؟ عايزين نجيب حتة تبني، بس أنا عايزة حتة تبني. وتم إلغاء باب التبني الذي كانت الكنائس اقترحته، وتضمن إيجاد لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وبطلان الزواج ومن أهمها كذا. تم إلغاء باب إيه؟ التبني. يعني الخمس كنائس كلهم أقروا بإلغاء باب التبني. يبقى أنت بقى مطالب الدولة بالتبني إزاي؟ وأصلا الكنيسة نفسها تنزلت، يعني أنت بتطالب الدولة بقانون التبني؟ يعني مثلا حتى كمان النواب اللي طالعين يقولوا إحنا عايزين قانون التبني، يا فندم الكنيسة نفسها أصلا تنزلت. يا شاك ده بتقولوا بنحكم بشرائعنا؟ إحنا نفسنا بنقول أن إحنا مش عايزين التبني. الكنائس كلها مش الأرثوذكسية بس على فكرة، مش الكنائس الأرثوذكسية بس، كله اتنازل، ألغوا باب التبني. يبقى أنت بتطالب الدولة إزاي وأنت أصلاً نفسك مش عايزه؟ يعني الناس اللي بتقول بقى إحنا بنطالب الدولة بقانون التبني، ده الكنيسة نفسها أصلاً اتنازلت عنه. يبقى أنت هتطالب الدولة إزاي؟ مش عارف أنتوا مستعجلين الحتة دي جاية إزاي؟ الناس اللي بتقول الدولة مش معترفة بالتبني أو مش عايزة تقرر قانون التبني، هيقول لك يا فندم ده الكنيسة هي اللي مش موافقة مش أنا. الكنيسة نفسها اتنازلت عنه عشان المادة التانية من الدستور. نكمل برضو بتاريخ 8 سبتمبر 2022، بجيب لكم الجديد اهو. بعد أزمة الطفل شنودة، موقف الكنائس المسيحية من التبني، ده كان موجود في جريدة الدستور. بيقول ايه بقى؟ التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد. مصادر كنسية قالت للدستور أن الكنائس المسيحية تقدم قانون الأحوال الشخصية الأقباط للبرلمان في دور الانعقاد الجديد له في اكتوبر المقبل، مضيفه في تصريحاتها ان القانون الجديد للاحوال الشخصيه للاقباط لا يشتمل على بند التبني بعد قامت الطوائف بالغاء باب التبني من قانون الاحوال الشخصيه. كلهم لغوا الباب ده خالص، يعني كده الموضوع منتهي، كده الموضوع منتهي. عشان كده المحامين قالوا اسره بديله، ما قالوش تبني لان هم عارفين مفيش تبني، قالوا اسره بديله، قالوا ممكن نرجع الطفل شنوده كاسره بديله، يرجع ليهم كأسرة بديلة. نكمل. كل شروط التبني في المسيحية وفقا للائحة 38. التبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط، وأجازت لائحة 38 التي كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقا لشروط معينة، منها تجاوز المتبني عامه 40، وأن لا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عام على الأقل، وأن يكون حسن السمعة، ولا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فايدة على المتبني، وإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين، فإذا كان إحداهما متوفيا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفي قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفي قبول من صدر الحكم لمصلحته او عهد اليه بحضانه الولد منهم.
إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدين غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدا غير شرعي لما يقر أحد بنبوته أو توفى والده أو أصبح غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته. لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبني أو يتبنى إلا بإرضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إيداء رأيه ويحصل التبني بعقد رسمي. التبني بقى كان بتعمل إزاي؟ بعقد رسمي يحرره كاهن الجهة التي يتم فيها رغب التبني ويثبت به حضور الطرفين وقبلهما التبني أمامه. شفتوا كانوا زمان بيعملوا إيه؟ عقد. الكاهن كان بيعملوا عقد والاثنين كانوا قاعدين طرفين عشان يوثقوا العقد. فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والده أو وليه مقامه، يجب على الكاهن الذي حرر عقد التبني أن يرفعه في المجلس الملي اللي بيباشر عمله في دائرته للنظر في التصديق عليه. مفيش مجلس ملي طبعا دلوقتي، كمان مفيش مجلس ملي دلوقتي، حاليا مفيش مجلس ملي. المجلس الملي هو اللي بيصدق على عقد بتاع التبني. المجلس ايه؟ الملي. طبعا مفيش مجلس ملي دلوقتي. تعالوا نكمل باقي الخبر. طبعا الخبر طويل جدا بس انا هاخد بس الحاجات اللي هي مهمه بالنسبه لكم. شروط تكافل الاسره المسيحيه لطفل وفقا للتضامن. وفقا لوزاره التضامن الاجتماعي فانه يجوز للاسره المسيحيه رعايه طفل من احدى الدور المسيحيه بعد اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه. زي ما قلت لكم كده، لو الطفل ده كان اتحط في دار ايتام مسيحيه كان ممكن الاستاذ فاروق ياخده من هناك عادي جدا، يتبنى الطفل ده من هناك، كان ياخد الطفل من دار الايتام المسيحيه. واوضحت الوزاره الشروط الواجب توفرها في الاسر التي ترغب في رعايه الطفل بنظام الاسره البديله، وهي ان تكون ديانه الاسره ذات ديانه الطفل. وطبعا دي اول حاجه، هي خلي بالكم اللي بنقول عليها، وان يكون احد افرادها مصريا، ان تكون الاسره من زوجين صالحين توفر فيهما مقومات النضج الاخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي. بيعملوا بحث اجتماعي ويشوفوا هل الاسره اللي هيعيش معها الطفل دي مؤهلين ولا لا. ممكن يكونوا مش مؤهلين، عندهم ظروف، مش اي حد برده كده يرموا الطفل، برده هما مش بيرموا الاطفال برده، ما بيشوفوا الاسره دي هتنفع ولا لا. بيعملوا بحث اجتماعي حالتها، هيعرفوا يعلموا الطفل ولا لا، هيعيشوا في جو مناسب ولا لا، مرتاحين ماديا ولا لا، مش هياخدوا الطفل يعني يعذبوه يعني. فطبعا بيعملوا بحث اجتماعي. فهل وزاره التضامن هتشوف بعد كده الاستاذ فاروق والسيده امال بيعملوا طبعا بحث اجتماعي، هل هم عندهم مشاكل، هل هم عندهم مؤهلين، هيعرف يعيشوا الطفل ولا لا في جو مناسب، هل فوزاره التضامن الاجتماعي بتكتب تقرير خلاص موافقه، خلاص ياخدوا الطفل. فبرضو الموضوع برضو في ايد وزاره التضامن الاجتماعي، لان هي اللي بتقدم الطفل، هي اللي بتديهم الطفل بناء على التقرير اللي بتكتبه. ينفع ياخدوه اصلا ولا ما ياخدوه؟ ولا ما ينفعوش ينفعوا اصلا ياخدوه ولا ما ينفعوش؟ وان تتوافر في الاسره الصلاحيه الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه والصحيه والماديه للرعايه وادراك احتياجات الطفل محل الرعايه. يعني بيشوفوا الاسره مناسبه ولا لا من كل النواحي بقى، اجتماعيا وصحيا ونفسيا وماديا ورعويا. ما هو مش هيرموا الطفل برده كده يعني، فبيقولوا الاسره دي تستحق ان تاخد الطفل ولا لا، فبيكتبوا تقرير، بيشوفوا يعملوا بحث، وبناء على هذا البحث وزاره التضامن بتعمل بتقول خلاص الطفل ده ممكن نسلمه لهذه الاسره بناء على ايه؟ على التقرير اللي بتكتبه وزاره التضامن. فخلي بالكم يا جماعه الموضوع كله في ايديهم برده. ممكن تقول لك انا مش موافقه ان هم ياخدوا الطفل، مش مؤهلين ان هم ياخدوا الطفل، عملنا بحث وعندهم مشاكل، عملنا بحث وهم مش مؤهلين. فالموضوع برده هيلف يلف ويروح برده وزاره التضامن. كان برده كان في خبر بعنوان اسقف عام كنائس شرق السكه الحديد، التبني رحمه ومحبه ويحل الكثير من المشاكل، الانبا مرتيروس نامل ان يخرج الاحوال الشخصيه الموحد للاقباط الى النور. ده كان بتاريخ 19/11/2022، يعني قريب جدا اهو يا جماعه. ده كان على موقع البوابه نيوز. بيقول ايه بقى؟ اكد الانبا مرتيروس اسقف عام كنائس شرق السكه الحديد على ضروره الاسراع بخروج قانون الاحوال الشخصيه الموحد للاقباط الى النور حتى تنتظم وتختفي مشكلات الاحوال الشخصيه في الكنيسه. واضاف في حواره البوابه نيوز ان جميع الطوائف اتفقت
على قانون الموحد للأحوال الشخصية كما تحدث نيابته عن قضية التبني. يعني تحدث على قضية التبني. فقال باقي، هل توافق على بند التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ رأي الأنبا مارتيروس قال طبعا نتمنى يكون بند التبني داخل قانون الأحوال الشخصية، ولعل مشكلة الطفل شنودة تفجر هذه المشكلة. ياه، في الرأي العام وفي الساحة المصرية. طب يعني يافت الأنبا مارتيروس، الكنائس أصلا اتنزلتوا عن بند التبني، انتوا بتطلبوا ايه بايه؟ منين بتقولوا ان الكنيسة اتنزلت، ومنين يعني نيافتك عضو من اعضاء المجمع المقدس لما كنتوا تقولوا احنا عايزين تبني، وحد كان ما قال لكم لا؟ ما انتوا اللي اتنزلتوا عنه. يعني انا مش متخيله انتوا التناقض اللي انتوا بتعملوه ده. منين بتقول في الاعلام احنا عايزين التبني، ومنين انتوا كاعضاء المجمع المقدس رفضتوا بالاجماع والغيتوا باب التبني؟ انا مش فاهمه انتوا عملتوها ازاي دي، بدل انتوا كنتوا عايزين قانون التبني، طب ما حدش قالوا ليه؟ وقال ان قضية الطفل شنودة بتفجر هذه المشكلة في الرأي العام وفي الساحة المصرية، نظرا لعدم شمول قانون الأحوال الشخصية لموضوع التبني، لأن موضوع التبني هو رحمة ومحبة للإنسان كطفل صغير تتبناه أسرة، فليس لدينا مانع في هذا الشأن من منطلق حقوقي ومن منطلق الرحمة ومنطلق التضحية من أجل طفل صغير وجد في هذه الحياة، يجب أن يجد اعتناء خاص به وعناية من نواحي كثيرة كالتعليم والصحة والنواحي النفسية لهذا الطفل، فلماذا لا يكون هناك تبني؟ المستشار نجيب جبرائيل كان كاتب في صفحته قبل كده انه كان جايب ورقه من بطريركيه الاقباط الارثوذكس تؤكد ان الطفل ده عثر عليه في الكنيسه. هو تقريبا جابها من الانبا مارتيروس، لان هنا الانبا مارتيروس كانوا كاتبين جايبين ورقه قبل كده ان الانبا مارتيروس هو اللي كان عامل شهاده الطفل شنوده، شهاده المعموديه بتاعت الطفل شنوده نيابه الانبا مارتيروس هو اللي ماضي تحت. لكن في شهاده المعموديه اللي ظهرت اللي على السوشيال ميديا اللي طلعوها، يافت الانبا مارتيروس بس اللي كان ماضي عليها. الانبا مارتيروس فعلا عارف بالموضوع وملم بالموضوع؟ ما نعرفش. هنا بيقول بتفجر قضية التبني، القضية دي بتفجر قضية التبني. هل الموضوع كله الكنيسة كانت عارفة من الاول عشان تفجروا موضوع التبني؟ طب ما انتوا اصلا اوريدي الكنيسة موافقتش عليه، وحد كان خاطبكم على حاجة ما كنتوا تقولوا احنا عايزينه، عايزين قانون التبني، ما انتوا اللي رفضتوه. الموضوع كده فيه حاجه كده، القضيه دي من اولها لاخرها معموله عشان قانون التبني، معموله عشان قانون التبني. طب هي الكنيسه كانت محتاجه قضيه عشان تكون راي عام عشان تقر قانون التبني؟ طب ما انت كان عندك الفرصه يا كنيسه انك تقولي احنا عايزين قانون التبني، لانه كان عندنا قبل كده وتتمسكي بيه، لكن انت اتنزلتي للاسف. انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ طيب تعالوا نسمع نيافة الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بالصوت والصوره كان بيقول ايه قبل كده عن التبني اللي احنا لغيناه. تعالوا نسمع يا جماعه عشان بس برضو نوثق الحاجات دي للتاريخ، نوثقها برضو عشان برضو ما يطلع في الاعلام ويقول احنا عايزين القانون. انت عارف يعني نيافة الانبا دانيال اللي ما فيش تبني، ما انتوا نزلتوا عنه. نكمل قانون الأحوال الشخصية، القانون الحالي، القانون الحالي هو باختصار ما اتخذ من القوانين القديمة ومع قوانين الآباء الرسل، قوانين المجامع المسكونية، ايوه، وقوانين عديدة اتجمعت على مدى التاريخ. 1938 صدر المشهد وطبع قانون 38 للأشروف، قانون 38 تسع أسباب للتطبيق. بيقول إن كانت في قانون 38 وكان المجلس الملي وقتها هو اللي كان بيقر اللائحة دي كانت لائحة 38، وقال إن كان في تسع أسباب للتطليق، تسع أسباب للتطليق. نكمل. بيقول الدولة مشت بقانون 38 او لائحة 38 دي بفترة كبيرة جدا من الزمن. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ نكمل. كان ضمنها الفرقة، وكان ضمنها الرهبنة، يعني عدة اسباب
تسعة أسباب. بمجيء المقصود الثالث إلى الكرسي المرقوسي. أيوه. في أول سنة من حريته. أيوه. ما بين بابا شنود. أيوه. الزنا هو السبب الوحيد للتطليق. الزنا الفعلي. لما جه البابا شنودة على الكرسي المرقوسي، أول حاجة أول سنة جه فيها قال إن لا طلاق إلا لعيلة الزنا. والزنا كمان إيه؟ الزنا الفعلي. بابا شنودة قال إحنا نمشي بالإنجيل، لا طلاق إلا لعيلة الزنا. نكمل. حاول البابا إن هو يدخله طلقة في الدولة. أيوه. ما أمكنش. ما أمكنش. خد مدة طويلة. ثم جمع الطوائف عشان خاطر. جمع الطوائف. اتفقوا على قانون واحد. المشكلة إن الغلطة اللي عملوها إنه حطوا موضوع التبني. حطوا موضوع التبني. فصلوا. أيوه. الأزهر ضد الدولة. أو الدولة متوسلة في الأزهر أو زي الدولة متوسلة في الأزهر ورفضوا هذا القانون بتاع التبني. لما حطوا التبني. نكمل. بابا توضي حافظ عليه في نصوص الكتاب المقدس. ايوه. انما نجد تفسير اكثر مرونه في نصوص الكتاب المقدس لاقوال الاباء. اكثر مرونه. تطبق ونريح اولادنا وفي نفس الوقت ما حركناش الكتاب. فعمل الى نيابه الان بابولا بخبرته. ايوه. هو يحضر هذا الشرط. يعني بابولا. تصحيح النسب الأولاد غير الشرعي، الإقرار بالنسب والادعاء به. الفصل الأول من الباب الخامس انحلال الزواج. بقى موضوع التبني بقى المستشار إيهاب رمزي قال إيه عن الموضوع ده؟ وهل إحنا ماشيين في الإجراءات فعلا؟ إيهاب رمزي عضو برلماني، وتعالوا نشوف بقى قال إيه بقى عن التبني، تعالوا نسمع. في قانون يعني تم الاعتراض عليه، تم الاعتراض عليه من وزاره العدل لانه مخالف للشريعه الاسلاميه، قال انه مشاكل مجتمعيه. مشاكل مجتمعيه كبيره. مشاكل مجتمعيه كبيره. قانون التبني اترفض من قبل وزاره العدل عشان قال هينتج عنه مشاكل اجتماعيه كتيره. تعالوا نسمع يا جماعه الحته دي من تاني. التبني وضعه ايه في القانون؟ فقال له التبني لم نذكره في القانون الجديد، لم نذكره في القانون الجديد، نسمع الحته دي كده. لم يذكر في القانون الجديد. ليه؟ الاعتراض عليه من وزاره الاعتراض عليه من وزاره العدل. مخالف للشريعه الاسلاميه. مخالف للشريعة الإسلامية وهيعمل مشاكل مجتمعية كبيرة. نكمل. هل ده مخالف للمادة الثالثة؟ يعني هل ممكن اعتبار التبني من قبيل الأحوال الشخصية؟ طبعا. طبعا. الشخصية. يعني لكن احنا مش عايزين نقول يعني إذا كان التبني ده من حياتي كان نفسي تكون في قلب ده، يعني أنا نسيت بس أنت حابب تفكر تاني يكون التبني في قلب ده. حتى لو مخالف للشريعة الإسلامية. بيقول الكفالة مؤقتة مش دائمة. نكمل. صحيح. لأن الكتاب المقدس فيه موجود التبني.
الكتاب المقدس في تبني. ده المستشار نجيب جبرائيل. يعني لفظ معناه مش لفظ يعني كده. فالتبني كان بيحل مشاكل خاصة بيحل مشاكل بين القرايب وبين الأسر. بيقول التبني كان بيحل المشاكل بين القرايب وبين الأسر. ده المستشار نجيب جبرائيل. نكمل. نكون في نص صريح. مفيش تبني غير المسيحيين. المذيع بيقول له طب لو طفل لقيت هعرف منين ان هو مسلم ولا مسيحي؟ تعال نشوف بقى المستشار نجيب جبرائيل رد وقال له ايه. المذيع قال له طب لو الطفل ده لقيت هنعرف منين ان هو مسلم ولا مسيحي؟ تعالوا نسمع. بيقول الكنيسة تنزلت عن قانون التبني. ده المحامي سعيد فايز. ده كان الإعلامي أحمد سالم كان عامل تقرير مع شوية صحفيين ونواب منهم المستشار إيهاب رمزي والمستشار نجيب جبرائيل عشان يقولوا باستفاضة عن موضوع التبني، وقالوا باختصار شديد أن الكنيسة هي اللي تنزلت عنه. قالوا أن الكنائس أجمعت، لها الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة الإنجيلية، أجمعهم أن هم خلاص اتنزلوا عن باب التبني. كانت الإنجليين الأول كانوا مقننين الموضوع ده وبعد كده نزلوا عنه خالص عشان تبقى للمادة التانية في الدستور. كده أنا خلصت حلقة النهاردة ردا على نيابة الأنبا دانيال. يعني دي قضية برضو رأي عام وقضية إنسانية والناس متعاطفين جدا مع الطفل شنودة، فما ينفعش أطلع وأقول الموضوع بايخ. بايخ من ناحية إيه؟ فحتة الناس بس أثارت غضب الموضوع، حتة الموضوع بايخ يعني. فالكنيسة يا جماعة موضوع التبني لغوا موضوع التبني. الطفل شنودة مش هيرجع إلا بالأسرة البديلة بعد إثبات إن الطفل ده مسيحي، القضية تتحل مفيش أي حاجة خالص. قانونيا كمان هيعرف يرجع الطفل بسهولة جدا لما يثبتوا إن الطفل ده مسيحي. أشوفكم على ألف خير، وننتظر صدور الحكم في 18 مارس. هل تأجيل؟ هل هيحصل حاجة ملابسات جديدة في القضية؟ هل المحامين هيظهروا بأوراق جديدة؟ الله أعلم. بس أنا من كل قلبي بجد بجد من كل قلبي أتمنى أن الطفل يرجع تاني لحضن الأستاذ فاروق والسيدة أمال ميخائيل، لأن هم يعني شكلهم يعني طيبين جدا جدا ودخلوا قلوبنا، دخلوا قلوب كل المصريين، طيبين وغلابة ومعتنين بالطفل وكانوا فرحانين بالطفل جدا إنسانيا، يعني كانوا مهتمين كمان بالطفل جدا ومهتمين في رعايته ومهتمين بحبه وحنان وإبوة. يعني عارفين ان هم محرومين بحاجة زي كده، بس ربنا عوضهم بهذا الطفل الجميل شنودة. الطفل شنودة، قالوا يا جماعة الموضوع ده يتحل على خير، صلوا، لان ده عايز صلاة من اي حاجة تاني، مش عايز بيانات مفبركة، مش عايز بيانات زائفة، مش عايز تضليل رأي عام، مش عايز متاجرة. الموضوع عايز صلاة، عايز صلاة، لان الموضوع هو مش صعب ان هو يتحل، بس يعني الموضوع مش هيتاخد كده، مش هيتاخد فرض انا بقول رأيي كذا انا بعمل كذا انا لازم اقول، الموضوع مش هيتم كده خالص. مش بلاش تلعبوا على مشاعر الاقباط، بلاش، عشان ما تتفاجئوش بحاجة انتوا كنتوا متوقعين حاجة وتظهر حاجة تانية خالص. اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجة جديدة.